ايه، وحشوني جدا جدا جدا. النهارده جايه اعمل لكم ريفيو على انواع رجات حلوه جدا وثابته جدا، خصوصا فصل الصيف، لان طبعا بيكتر الخروجات وبنروح البحر والبيسين والكلام ده، فعايزين حاجه على الاقل تفضل ثابته كده وتكون سعرها مناسب. فانا جايه النهارده اقول لكم كل حاجه عن الرجات استخدمتها، علشان في بنوته دخلت لي في الكومنتات وقالت لي انت بتستعملي روج ايه. فانا جايه النهارده اقول لكم ان ايه الروج اللي انا بستخدمه فعلا، لاني نادرا ما بستخدم روج، فالبالت بتاعتها بتفضل موجوده معايا كتير جدا، بس اللي بستخدمه اكتر هو الروج السحري، بس ثبات رهيب. هقول لكم كل الانواع اللي هي بتثبت جدا جدا، وكمان بتكون سعرها على قد الايد. فيلا يا بنات، كل الانواع بتاعت الروجات. اول حاجه، في فرق ما بين الروج تمام وما بين التنت او اللي بيسموه الروج السحري تمام. الروج طبعا بيبقى موجود، روج بيكون تقيل، بيبقى اللون اللي انت عايزاه، فما بتحطيه بيكون يعني ثابت شويه، بس بيروح يعني توقيته كده اللي هو كويس، بيروح طبقا للوقت يعني واحده واحده كده لحد ما بيروح خالص. اما بالنسبه بقى للتنت او الروج السحري اللي هو كويس فعلا، بيفضل تقريبا 24 ساعه لحد ما تغسلي بقك تاني يوم يعني مثلا بمزيل الميك اب او كده، فبيكون حلو جدا في الاوقات البسين والبحر والحاجات دي. فانصحكم لو انتوا هتنزلوا بسين وبحر وكده وخروجه طويله، خليكم في الروج السحري اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي، علشان رخيص جدا وكمان ثباته رهيب وبيدي لون حلو قوي قوي قوي. خليكم معايا هقول لكم دلوقتي شكله عامل ايه. بصوا النوعين دول احلى نوعين انا جربتهم في الروج السحري، النوعين دول رب يكونوا باينين عندكم. طب النوعين دول من ايه؟ من هسايا تمام، هسايا جيرل اهوت تمام. النوعين دول حلوين جدا، كنت شاريه الواحد ب35 جنيه تمام، بيبقى درجتين مختلفين، دي اتقل شويه اللون ده اللي هو الاثنين بيدوا نفس اللون اللي هو بيكون بينك غامق تمام، اللي هو اللون ده تمام. وانتم شايفين كده اللون اللي طالع منه تمام، هو بيكون لون كده فبيدي لون بينك غامق تمام. وفي اللون ده كمان منه اهوت، شايفين اللون اللي طالع منه اخف شويه عشان هو ده لونه افتح شويه تمام. فحلو جدا يعني، انا لو هنصحكم باحسن تنت او احسن روج سحري تستخدموه يا بنات هو ده. وكمان بيكون وراه باركود كده، لو عايزين تتاكد ان هو اصلي، هو كوري حلو جدا. هسايا ده تحفه تحفه تحفه، ومش هبطل اجيبه، ويا رب بس يفضل موجود على طول، لان احيانا بيكون مشحوط. فحلو جدا تمام. ده كنت جايباه الواحد ب35، موجود على جوميا وكان موجود على امازون، وكنت جايباها برده من بنوته اونلاين تمام. ده اول روجين. في كمان اللي هو اللي على قد الايد لو ارخص كمان، هو الروج السحري ده طبعا عارفينه كلنا، ونزل منه الوان موف وحاجات زي كده زي ده تمام، بتاع مامتنا زمان ده، هو الروج ده تمام. بيكون بينك، بس البينك ده اخف شويه من التانيين، بس ثباته يعني بالنسبه لي ده اقل شويه، بس مش وحش تمام. فحلو جدا برده. بالنسبه بقى لاحسن مرطبين ممكن نستخدمهم بالليل، هو ده اللي هو لونا سيرابي، انا كنت عامله ريفيو كامل عنه هسيب لكم في صندوق الوصف. وكمان كنت عامله عن انواع الروج الكوري او التينت الكوري او الروج السحري الكوري، هسيب لكم برده في صندوق الوصف، عشان في انواع ثانيه كانت موجوده فيه غير اللي موجوده معايا دلوقتي تمام. ده برده مرطب وبيدي لون بسيط جدا، بس مش ثابت تمام. دول بس للترطيب بالليل، ده لو عايزه لون مثلا بسيط كده تنامي بيه ويكون شكله حلو ويرطب، هو ده. وده من غير لون تمام. انا طبعا بقول لكم كل الطرق العنايه بتاعت الروج وبتاعت الشفايف، علشان تبقى دايما شفايف طول ما هي حلوه ومتقشره ونظيفه، بتخلي الروج شكله حلو جدا، حتى لو هو روج سحري وعادي لون بسيط بيخلي الشفايف حلوه جدا. طيب لو عايزين نحط ملمع فوق الروج السحري، هو الملمع ده بتاع بريتي وومن، حلو جدا وثباته كويس مش وحش، بس ما تتقلوش منه، حاجه بسيطه عشان ما يبقوش يعني بيبقى جلوسي كده، ما يبقاش اوفر كده في الصيف يعني، فاهمين؟ فبتبقى نقطه بسيطه كده ملمعه يعني، لو ما عندكيش مثلا السيرابي ده برده بيبقى ملمع بسيط بس بيبقى دهني كده. والنوع ده بيكون حلو برده لو عايزين تلمعه فوق الايه، اي روج مات تمام. بالنسبه بقى في تنت زي التنت ده اللي هو الكوكاكولا ده، انا مش عارفه يعني هو كوري برده تمام،
كنت جايباه تقريبا عن 15 جنيه او حاجه كده. هو ثباته حلو جدا وبيقعد وقت طويل جدا، بس لما بيبدأ ينشف بيجف جامد، فيبقى عايز فوقيه يعني حاجه بسيطه كده ترطب الشفايف. تمام، بس ثباته حلو. بالنسبه كمان حاجه روش كوري برضو او تنت كوري او روش سحر كوري، ده حلو جدا برضو، بس التانيين اللي انا بدأت بيهم اقوى جدا اللي هو هسايل. بالنسبه بقى لو عايزين روج بقى، الروج بقى تمام، البلد دي كنت جايباها من بره مصر، هي فوريفر 52 اهيت. تمام، فوريفر 52، مش عارفه هي باينه لكم ولا لا. طبعا دي موجوده عندي من وقتي يعني من كام سنه اهيت، هي من جوه كده مليانه كل الالوان بتاعتها والفرشه بتاعتها. تمام، وفي مرايه كده اهيت. تمام، فيها كل الالوان. على فكره الروج ده هو مط بس ثابت جدا، يعني انا لما بحطه ببدا احطه برسمه بيه الفرشه. تمام، وببدا بعد ما بينشف شويه اقوم حاطه له منديل ورق واقوم شايله بحيث ان هو يبدا يدي اللون الاصلي بتاعه، وبعد كده ببدا احط اي ملمع او اي يعني زبده كاكاو، بس تكون ثابته كده نفسها، ما تبقاش سايحه كده، لا تكون يعني من النوع الحلو اللي هو زي بتدي ملمع بسيط بس من غير ما تزيد الشفايف او نقطه بسيطه من الملمع، بيكون اللون تحفه وبيقعد معاكوا وقت طول اليوم. يعني الفوريفر 52 بجد ديت، بس اهم حاجه تكون الاصليه لان دي كنت جايباها من بره مصر، فانا عارفه ان هي اصليه، لكن لو هنا لو في منها كوبي بلاش تجيبوا الكوبي لانه بيقشر الشفايف وفي نفس الوقت مش هتدي الثبات اللي احنا عايزينه. لكن دي حلوه جدا بتفضل معاكم يا بنات، لو حتى لو غاليه بتفضل معاكم بسنتين ثلاثه كمان. تمام، فحلوه جدا. تمام، تستخدموها لانها مط بس ترسموا منها، بس اهم حاجه تحطوا اي ملمع بعديها او اي مرطب بسيط كده للشفايف بحيث ان هي ما تنشفش الشفايف جامد. تمام، ده حلوه جدا. النوع كمان لقيت برضو اللي هو فوريفر 52 اللي هو النوع ده، هو فوريفر 52 حلو جدا لو انتم مش عايزين تجيبوا البالت وعايزين لون معين انتم بتحطوه وبس، يبقى اللي هو الروج بتاعهم برضو فوريفر 52 حلو جدا جدا جدا. مش عارفه هو باين عندكم ولا لا، بيبقى اف كده 52. تمام، حلو جدا، بيبدا برده بيكون روش كده، بتحطوا نقاط بسيطه جدا على الشفايف. تمام، لو عايزين لون بسيط بتبداوا تفردوه كده بصوابعكم او باي فرشه. تمام، وبعد كده بتسيبوه، بعد كده تحطوا بقى اي منديل زي ما اتفقنا علشان يخف اللون ويثبته، وبعد كده تحطوا اي ملمع بعديه او مش عايزين مفيش مشكله، لان الروش ده بيكون طري مش مط زي الباكيت بتاعته ديت، دي مط جامد، اما دي مش مط قوي بس الاثنين بيثبتوا. تمام، فانا لما بحط اللون بحط بسيط كده من الروج وببدا ان انا افرده بحيث يبقى حاجه ناتشرال، وفي نفس الوقت لو انا حبيت ان انا ادي بيه لمعه بحط حاجه بسيطه خالص من الملمع. يا جماعه بجد احسن روج انا جربته هو الروج بتاع فوريفر، لاني جربت بريتي وومن كان سيء فوق ما تتخيلوا، اللون تقيل كده بيجير على الشفايف ووحش جدا. يعني انا استغربت اصلا قبل ما اجيبه ان انا شفت ريفيوهات كويسه عليه جدا، بس لما جربته لقيته ما حبيتهوش خالص. تمام، خصوصا ان انا اصلا من النوع اللي ما بحبش الروج، انا بحب اللي هو يبقى حاجه طبقه بسيطه كده على الشفايف، ما تحسسنيش ان انا حاطه طبقه كتير، وفي نفس الوقت تدي لون حلو وتحديد للشفايف. ولما بعوز ان انا ارطبها زياده بحط لها ملمع او اللي هو التنت. تمام، فوقيه بيبقى حلو جدا ما فيهوش اي مشكله خالص وبيثبته زياده. لكن بريتي وومن ما حبيتوش، هبعت لكم برده الريفيو بتاعه في صندوق الوصف. طيب لو احنا ما بنحبش الروج خالص وعايزين بس قلم محدد للشفايف وفي نفس الوقت نملي بيه الشفايف، هو انا مش عارفه بصراحه نوعه ايه لان هو بقاله وقت معايا وقرب يخلص، وحتى الكلام اللي عليه راح، بس هو كان شكله كده اللي هو بيكون روج تخين كده. تمام، زي القلم المحدد بتاع الشفايف بس بيكون تخين كده. تمام، انا برشم بيه، هو ده اللي انا حاطاه دلوقتي. تمام، برسم بيه الشفايف وبملى بيه من جواه، وببدا ان انا احط كده بشفايفي، وبعد كده بجيب المنديل وابدا ان انا انشفه، وبعد كده بحط عليه هسايا من ده، مفيش مشكله طبقه بسيطه لانها بيرطب حلو قوي، وفي نفس الوقت الترطيب بتاعه ثابت مكانه كده مش بيلحوس زي الزبده، لا بيثبت مكانه علشان يدي اللوك ده، لان هو ده احسن لوك انا بحبه، هو والهسايا لما يكون بينك يعني كده بحطه بس وخلاص لما اكون نازله بالنهار. تمام، حلو جدا، هو دي الانواع بجد اللي انا جربتها، لان البنات اللي سالتني قالت لي انواع الروج ايه،
هو دي الانواع اللي انا بجربتها ودي اللي انا مستديمة عليها واللي انا بحطها وبس كده. ولو ليكوا طبعا اي تعليق عن اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وهكون دايما موجوده معاكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم تسيبوا بقى الشير واللايك وكمان تبعتوه لاكتر حد من صحابكم علشان يستفيد، خصوصا دخلت الصيف وعايزين يكون شكلنا دايما حلو بروز ثابت كده، ناكل ايس كريم، نخرج بره، يبقى براحتنا جدا. وباي باي.